مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم وسعيدة بتواصل معكم كالعادة ككل يوم أربعاء. واليوم أثناء اختياري الموضوع بصدق بزاف ديال الناس اللي نبهوني من الموضوع وقالوا بأن هذا الموضوع يقدر يقيس عدد كبير من الناس اللي يقدر يفيض الثورة ديالهم حول الموضوع، ولأنه احنا كنرفضوا نواجهوا بعضياتنا بالحقائق. في المقابل كاينين الناس اللي شجعوني على انني نتكلم على الموضوع وكيقولوا باللي وصلنا لواحد المرحله اللي ما بقاش خاصو يكون هذا طابو، وانما كيخصنا نعالجوه على امل ان الاجيال اللي طالعه ما تطلعش معطوبه الفكر كيف ما هي الاجيال اللي هي عايشه حاليا او البعض منها. بلا شك كنا تابعنا خلال هذا الاسابيع اللي فاتت قضيه ديال احدى الفتيات بمدينة معينة مغربية، ما غندخلش في التفاصيل احتراما لها لأنه للأسف ما احترموش الناس وما احترمش يعني مجال التواصل الاجتماعي وما احترموش البعض من المواقع الخصوصية ديال هاد السيدة هذه رغم الفعل اللي ارتكبته. ولكن أنا اليوم جيت باش نناقش الموضوع ماشي انطلاقا منها وإنما انطلاقا مما أثير حول هذا الفعل. هذا مسألة اللي دفعتنا أننا نطرحوا سؤال: علاش حنا كمغاربة كنعيشوا سكيزوفرينيا ديال الجنس؟ عندنا مشكل، ولكن مادام ما كيشوفوناش العينين وما كيسمعوناش الودنين ماشي مشكل. يمكن هاد الحلقة يكونوا بزاف الناس اللي تار الحافظة ديالهم، ولكن كنقول عندك إلا قيتي راسك مستفز ومحتاج أنك تتكلم أو تعبر على واحد الغضب عندك الداخل، عرف بأن عندك عطب كيخصك تعالج. ما غنطولش عليكم وغنمشي مباشره نرحب ضيفتي الكريمات مشكورات لانهم قرروا انهم يناقشوا معنا الموضوع. حاضره معنا ومشرفانا الاخصائيه نزهه الخميري، اخصائيه نفسيه. مرحبا بك لاله نزهه. شكرا على الدعوه مره اخرى لاله سكينه، وانا جد فخوره ببرنامجك اللائق واللي تيثير بزاف ديال المواضيع الاجتماعيه ولا سيما تيعطي عبار. شكرا على الدعوه مره اخرى. لا اختك شهاده كنعتز بها ويكفيني شرف بهذه الشهاده هذه، لانه الا قدرنا نغيروا غير شخص ولا جوج غنكونوا درنا انجاز كبير بالنسبه ليا. غادي نرحب ايضا بضيفتي الثانيه لالا نبيله بن احود، وهي كوتش في البرمجه العصبيه واستاذه في التواصل. مرحبا بك لالا نبيله. بارك الله فيك لاله سكينه، شكرا على الدعوه ودائما سعيده بحضوري معك ومشاركتك المواضيع الجدية جدا اللي كنتناقشوا. الله يكبر بك لالا نبيلة. بداية نبغي ونحللوا الظاهرة لالا نبيلة، وميت نقول الظاهرة لأنه ملي كتكرر حوادث مشابهة كنصبحوا نتكلموا على ظاهرة. اليوم أصبحنا كنشوفوا واحد نوع جديد من الابتزاز التواصلي اللي كيجمع ما بين رجل ومرأة كيف ما كانت العلاقة. ربما الناس ركزوا على أنه العلاقة قد تكون خارج إطار الزواج، ولكن أحياناً كنقوا نوع من الرجال اللي ربما عندهم بعض الفانتازمات الغريبة أو عندهم اختيارات جنسية عجيبة وغريبة كتخلي أنه يبغي يصور الزوجة دياله بمنظر أو بشكل معين، ومن بعد ربما كتوقع مشاكل، ربما كتوقع خلافات، ربما كتكون إشكالات، كيصبح كيبتزها بهاد الفيديوهات اللي كيصورها وكيقول لها يمكن شهر بيك او يمكن قوم بشي اشياء معينه. وحتى انه كاين بعض الاضطرابات اللي كدينا لصور مغايره من قبيل انه غادي ديري مثلا هادي ولا غادي نفضحك، غادي تقبلي ببعض الممارسات الشاده ولا غادي نفضحك، غادي تقبلي ببعض الامور ولا غادي نفضحك. شنو قراءتك الاجتماعيه لهاد الظاهره؟ فاش كنكونوا في يعني ملي كتكون تنكونوا تنشوفوا هذا النوع من الظواهر الاجتماعيه، يعني دائما كيكون هناك خلل في التربيه ديال هذاك الشخص
يعني بطريقة محايدة، يعني هذاك الإنسان في الطفولة ديالو وقعوا بعض الأشياء اللي خلاوه ما قادرش يحس يعني بالثقة ديالو في نفسه، ما حاولش مع التطور ديالو أنه اللي بغي لليبيدو ديالو بطريقة أو بأخرى، ما استطعش أنه يربط علاقة متوازنة مع أنت في جميع الأحوال. وهنا باش نكونوا منصفين، راه حتى النساء يقدروا يقوموا بنفس الشيء، يعني في جميع في الاتجاه ديال يعني من الرجل الى المراه او من المراه الى الرجل. دونك ملي كنكونوا تنشوفوا هذه المساله هذه، كنخصنا نعرفوا بان خصنا نرجعوا للماضي باش نفهموا اشنو وقع. ولكن كاين واحد المساله اللي هي حنايا عندنا واحد لو كادر دو ريفيرونس سوسيال. هذاك لو كادر دو ريفيرونس سوسيال كيخلينا يعني نتوافقوا على مجموعه من الاشياء، ونبغيو بان لا سوسيتي المجتمع ديالنا يبقى دائما قابل بينا. دونك كيفاش هذاك المجتمع غيقبل بينا؟ يعني بعض الناس كيلقاو راسهم لان عندهم اضطرابات داخليه ما قادرونش يعبروا على داك الشيء اللي عندهم الداخل، كيخليهم كيلبسوا واحد لو ماسك، بان يعني داك الماسك او داك القناع اللي كيديروه المجتمع كيقبل بهم، لانه كيبين القناع ديال يعني المواطن الصالح، الانسان بتاتخ اللي كيدير يعني الواجبات ديالو الدينيه، الانسان اللي كيتعامل بصفه جيده مع الناس، مع الجيران، مع العائله ديالو. وفي المهم في الاتجاه الاخر كنلقى واحد الانسان اللي عنده بزاف ديال المشاكل اللي كتمنعه انه يربط علاقات يعني متوازنه. دونك مني كيكون في هذيك المرحله هو بغى يدير كل شيء، منفتح على بزاف الاشياء. مالوغوزمون كنلقاو هاد الناس منفتحين على افلام جنسيه، منفتحين على ثقافات اخرى، منفتحين على واحد النوع من الاشياء اللي هما ما عندهمش الوسائل الثقافيه والتربويه اللي يخليوهم ياخذوا منهم شيء يعني بعض الاشياء ويرميو اشياء اخرى. يعني كيجيو من مجتمعات اللي ما عندهاش علاقه معنا، مجتمعات اللي بعيده علينا بزاف، وكيكون عندنا حنايا دائما هذاك الوازع الديني اللي كيخلينا كنعرفوا بان راه كنقوموا بشي حوايج ماشي هما هذوك. دونك شنو كنديروا؟ كنعيشوا حاجه وكنبينوا حاجه واحده اخرى. دونك الطريقه الوحيده اللي تخلينا نعيشوا هذاك يعني هذيك النزوات او هذيك الرغبات الشاده كيخلينا ان كنديروها بطريقه سريه، وكيخلينا اننا نستغلوا مثلا بحال دابا تسجيلات فيديو صوت وصوره، باش نقدروا مره نستغلوا هذيك الضحيه ديالنا، لانها في جميع الاحوال هي ما تقدرش تعاود داكشي اللي وقع، غادي تخجل من نفسها وما تقدرش تعاود للمجتمع اللي داير بها، ما تقدرش تلجأ لعائلتها، حتى البوليس تقدر ما تقدرش تلجأ ليه، لان المجتمع ديالنا كيفرض علينا بعض الضوابط وبعض يعني طرق في التعامل وواحد الصور الاجتماعيه اللي كيخصنا نحافظوا عليها. ودونك هو كيستغل هذيك نقطه الضعف. دونك دو ان هو كيبين واحد الصوره اجتماعيه مناسبه، والشيء الثاني يعني لي زون دومبغ اللي عنده في الشخصيه ديالو كتخليه يعيش بعض هاد الظواهر الشاده، لانه هو بطبيعه الحال ما قادرش يربط علاقه متوازنه اللي يخليه يعيش حياته بطريقه يعني عاديه في الضوء في ضوء النهار كيف كيعيشوها جميع الناس المتوازنين. نعم، من هذه النقطه الا سمحتي ليا استاذه نبيله، انا غادي نتجه عند استاذه نزهه. يعني ملي كنتكلموا على هذا الجانب هذا ديال عدم القدره على ايجاد التوازن، للاسف مجتمعنا تيتبنى على حشومه وعيب. ما خاصناش ندويو في هذا الشيء، رغم انه يعني الدين ديالنا فسر الامور دون حياء، وكيتقال بانه لا حياء في دين، وحتى النقاش حول هذا الموضوع هذا يعني تم تفسيره بطريقه راقيه جدا. ولكن للاسف ثقافتنا تبنات على حشومه وعيب، وما نقولوش وما نوريوش وما نحلوش العينين ديال ولادنا، وما خصهمش يعرفوا، خليهم تيكتشفوا داك الشيء من بعد الزواج الى غير ذلك. هذه هي الثقافه اللي مشات عند الوالدين، عندنا واحد الغياب ديال التربيه الجنسيه. وايضا في وسط هذه الصوره وغياب هذه التربيه هذه، عطينا واحد الحق للرجل وخدناه من المراه، بالنسبه لنا الراجل متعدد العلاقات هي مساله اللي كتزيد من الفحوله ديالو، من الخبره ديالو، من التجربه ديالو، من الرجوله ديالو، ولكن البنت الا قامت بهذا الفعل فهي خارجه عن النطاق المسموح، غير محترمه، ما خاصش يكون الارتباط بها، خاص يكون تخوف منها، خاص تكون شوها. وربما هادشي اللي كنشوفوه، يعني الغلط يمكن يرتكبوه جوج الناس الا كان خارج اطار الزواج، ولكن العصا كتاكلها الانثى والرجل كنصفقوا ليه. لا سكينة، مره اخرى تنقول هذا الموضوع سميتيه ظاهره
التحليل النفسي ظاهرة ما غاديش ناخدها كحكم ديال العلاقات وديال الجنس الذكوري والأنوثة، بل غادي هذا الموضوع هذا غادي يجرني أنني نطرق بدون حكم، نطرق العلاقة ديال الجنسين، وخصنا نفهموا انطلاقا من هذا الموضوع الأدوار ديالهم. هنا كنعرفوا أولا قبل ما نوصلوا للاضطرابات وقبل ما نوصلوا للقناع وقبل ما نوصلوا للسلوكات، هناك أفكار لا شعورية، هناك اعتقادات، هناك ثقافة، وهناك مجتمع كيبني على واحد، تتبنى على واحد التربية اللي بدا بها الأب والأم. هاد الاعتقادات وهاد التمييز فيه الفكرة أولا اللي كنعرفوها كاملين، فكرة دونية وفكرة فيها تفرقة ما بين الرجل والمرأة، وبالأحرى غادي نقول ما بين الأنثى والذكر. وهنا من هذا الباب هذا غادي نتطرق لجانب التحليل النفسي. حنا ملي كنتكلموا على الرجل والمرأة كأننا في حرب، وكننساو على أن بالعكس الذكر والأنثى راهم ما كيتكاملوا في إنشاء واحد المجتمع. إذن كل واحد فينا يتكامل بالطرف الآخر اللي ما عندوش، إذن الأنثى تتقلب على الذكر اللي ما عندهاش، والذكر كذلك. المشكل اللي كاين خصنا نتسألوا عليه، كيفاش كيكمل الذكر الأنثى، وهذا الذكر فاش كيفيد المجتمع، كيفاش هي علاقته مع الجنس الآخر اللي هو الأنثى. في التحليل النفسي كنتكلموا، وهنا كتب عديدة في هذا المجال تنتكلموا على être et faire، اشنو كنديروا بالذكورية والأنوثة نفسنا، وكيفاش كنتعاملوا بها مع غيرنا. للأسف كنلاحظوا على السكينة على أن الفكرة المهيمنة أكثر هي رجل المجتمع، اللي هي للأسف كانت ولا زالت في صنع القرارات، في السلطوية، في الرجولة، وهذه الرجولة أعطت قدامها قلة اعتبار للجنس الآخر اللي هي المرأة، وأعطت لا مساواة، وأعطت واحد تنزوله حق التمتع بحقوق الطرف الآخر اللي هي الأنثى. وهنا فاش تيبان الخلل في المجتمع. ملي كنتكلموا على الرجل والمرأة للأسف حنا كنعرفوا على أنهم كما قلت في الأول مخلوقان يتكاملان، هما تيتكاملوا بعضياتهم، لكن في هذا العصر هما مصنوعين. راه ما كاين شيء هذا الراجل اللي دار هذا الشيء غير من الصدفة، من باب الصدفة. هناك كما قالت لنا نبيلة، هناك صوابق، هناك واحد ليزونتيسيدون، كاين خبايا نفسية داخلية وتربوية واجتماعية وكل شيء. لكن اللي ساهم أكثر في بناء هذه الشخصية المضطربة هو الأم والأب، ثم كيخرج الفرد، وهنا تنتكلم على الذكر اللي هو يترعرع بهذاك النشأ اللي هو أعطاه المجتمع، والمجتمع الأولي المبدئي اللي هو الأم والأب. إذن أعطاوه فين، هو فين يتخبط؟ هو أعطاوه من الوهلة الأولى على أن الأنثى اللي هي أخته خصها تخدمه، هي أعطاته من الوهلة الأولى على أن هو يخرج يمشي مع باه باسم الرجولة خصو يفهم، وهي خصها تشقى. كلمة تشقى عنده معنى، هي خصها تشقى مع إمها. تقول لي إيوا وما فيها غير خير، ولكن أحيانا على سبيل المثال تنشوفوا على أن هناك فتيات يسلبنا
من حقوق لهن في التمدرس. وانا هنا كنهضر على المنطقه اللي كنخدم فيها اللي هي حد سوالم. انا اختاريت هاد البلاصه هادي وهاد المنطقه هادي وتنشوف فيها واحد ظاهره او ظواهر في عده مجالات اللي هي مازال كاينه وحنا تيجي لينا الله رحنا يتقدمنا. حنا تنشوفوا على ان الفتاه ما معمولاش الا قرات غادي تقرا واحد شويه باش ما نعممش غنقول القليل الفئه القليله. ولكن في الجلسات النفسيه وهذا الجميل جدا هو انني كنسمع وبدون بعد اليوم كنسمع واحد السيد اب اللي جا عندي في جلسه نفسانيه اسريه تيقول لي انا كنضرب مراتي من حيت دخلت في الترابي. انا كنربي بنتي على انها تبقى في الدار وولدي كنخرجو باش يعرف شنو معناتها الرجوله. سيد اخر غادي يقول لي وهادو امثله حقيقيه. واحد سيد اخر غادي يقول لي الله يخليك انا بغيت واحد الشهاده ديال واش السيده ديالي مازال عندها البكاره. وانا جاوبت وكان اليوم الحلقه ديالنا قلت له انت شمن شهاده تيخص تعطي ولمن هاد الشهاده العدول ما تيطلبوهاش وانت شمن شهاده غتعطي شحال من تجربه جربتي. قال لي وحنايا دابا الرجال هكذا محكوم علينا ولكن المراه خصنا نعرفوا راسنا مع من. لاحظوا معي الثقافه. الرجل كيقول لك عيبنا واحد ماشي مشكل. اذا لاحظوا معي الثقافه وللاسف الثقافه الشبابيه هذا شاب لاحظوا معي على انه طالب حقه يقول حقي انني ناخذ واحد الشهاده. اذا كيفاش حنايا بادين من 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 واحد المبدا صغير وعلاش لا ما نكملوش بالتصاور وما نكملوش بالتحرش ولا عادي. الراجل اللي ما يتحرش والشاب اللي ما يتحرش تيتسمى ماشي فحي. احنا زولنا التربيه على انه لا حشومه. وهنايا مازال تنقول ما تنعممش يا لا سكينه. اذا حنايا عايشين في واحد الدوامه اللي هي اضطراب نفسي جماعي. حنا تنطالبوا بواحد الحاجه ولكن يمكن غادي تجي في الاسئله من بعد اننا كنساهموا فيها. وهنايا كنهضر على المساهمه ديال الام مع بنتها اولا اللي هي كتعطيها رضخ شومه ما ديريش وعندك. من هذه النقطه الا سمحتي لي يعني لاله نزهه انا غنتجه عند استاذه نبيله. ربما هذا الشيء اللي شرت له لاله نزهه فيه بعض الاشارات الصعوبه اللي كنشوفها في المجتمع. حنا البنت ربما تربيوها كتدخل في العلاقه الزوجيه والعلاقه الجنسيه وهي ما فاهماش. حتى انه الام ديالها يمكن محشومه انا ما نقدرش ندوي مع بنتي في التفاصيل ما نقدرش نقول لها التفاصيل. احيانا ما كيكونش عندها نهائيا الادراك شنو غيوقع ولا كيفاش غادي توقع ولا شنو غادي يطرى. وما عندناش مشكل بالنسبه لنا هذا هو الحياه هكا خصها تكون البنت. وكنلقاو من بعد نتيجه هذه المشاكل وصلنا للطلاق وهذه الحقيقه اللي كيخفيها عدد كبير من الناس بحيث انه مجموعه من الاخصائيين كيرجحوا على انه 70 حتى 80% من العلاقات اللي اليوم كوصل للطلاق اسبابها جنسيه ولكن كل واحد شنو كيدير. وكنشدوا ديك البنت فاش كتطلق اوتوماتيكمون واحد الانسان اللي ما فاهماش اللي ما عارفاش كتبدا تفهم وتعاب شي حوايج كيقدروا نجلدوها احنا كاسره ويجلدها المجتمع ونعطيوها واحد الصوره لاصقه بها ونمشيو لواحد واحد توجهات معينه. حتى انه كاين بعض الفتيات اللي كتقول لك انا بغيت نتزوج ندوز الفريضه ومن بعد ندير اللي بغيت ما كاينش اللي غيحاسبني مادام ما حصلني حد مادام ما شافني حد ما كاينش مشكل. ملي نحصل ديك الساعه ما عندي ما ندير غنشوف شنو غادي ندير من بعد. الثقافه اللي حنا كنشوفوها ممكن نقول ثقافه لانها تعددت عند الناس في المدينه في القريه فين ما مشيتي صبحنا كنسمعوا هذه الهضره هذه اللي للاسف كتغطي جميع المعتقدات وجميع يعني الاصول ديال التربيه وديال الاخلاق اللي المفروض انه لو نبهنا ولادنا وفهمناهم كانت غتكون بقيمتها اكثر وكانت غتكون في مكانها الصحيح. هي اول حاجه كان خاصنا نعرفوا بان الطفل ملي كيبدا كيكبر كيبدا كيوعى بالجسد ديالو. ملي كيوصل واحد لاج
كيولي التغيرات الجسديه، يعني راه بطريقه عاديه وبديهيه ان واحد الجسد ديالو كيتغير، كيخص الام والاب يكونوا غاديين معاه في هذاك التطور. يعني اول حاجه كيخصنا نشرحوا مثلا الفتاه كيخصنا نوجدوها لسن البلوغ، نشرحوا ليها بان التغيرات اللي كيوقعوا في الجسد ديالها راه هما طبيعيين، وبانها كتكبر وشنا هي معنيتها كتكبر وكيفاش غنقدروا نديروها. دونك مني الى انا ما درتش هذا الشيء مع ولادي، عرفتوا شنو كيوقع؟ شنو كيوقع هي ان هذاك الطفل مثلا او لديك الطفله ديال 9 سنين كتكون مصاحبه في المدرسه مع اطفال ديال 12 عام، و12 عام صاحبين مع ديال 14 عام. دونك اش كيوقع؟ والكبار كيعاودوا للصغار على داك الشيء اللي وقع، حتى كتوصل لهذاك الطفل اللي هو باقي ما وصلش لسكون ابيل لو شوك بريميتيف، باقي ما وصلش يفهم اشنا هي علاقه جنسيه. كنجيو كنعاودوا ليه علاقه جنسيه وهو ما فاهمهاش على الاطلاق، دونك كيتصدم كيتخلع، مي او ميم طون بيتيتر كيقدر يدير شي حوايج اللي حنايا ما نقدروش نتحكموا فيهم لان ما كناش معاه وما واكبناش معاه التطور ديالو. دونك الا قدرنا راه ميم في الدين ديالنا راه كيخصنا نديروا واحد، يعني نخبروا لديك الطفل اشنو غيوقع في الجسد ديالو. يلا كيفاش كنجيو نقولوا للبنت مثلا راك غادي تصومي هذا العام، وقبل ما تصوم راه خصنا نشرحوا لها اش غيوقع قبل ما تصوم المرحله باش خاصها تصوم مثلا رمضان يا انسي دو سويت. دونك ملي كنديروا هذيك المواكبه ما كيبقاش هذاك الطفل كيحس بان الجسد ديالو غريب عليه. حنايا عايشين واحد الغرب على الجسد ديالنا، الجسد ديالنا ما كنبغيوش، هو بالنسبه لنا حرمه وبالنسبه لنا محرم، كنعتبروه بحال شي حاجه اللي كيخصنا نخجلوا منها، ما كيخصناش نكونوا في تواصل مع الجسد ديالنا. ومني ما كنكونوش حنا ساعدنا الاطفال ديالنا يديروا هذه المساله، اش كيوقع؟ كنخليوهم للزملاء ديالهم في المدرسه في الشارع، وما كنقدروش نعرفوا اشنو كيوقع، كيفاش كيعاودوا لبعضياتهم، شنو كيشرحوا لبعضياتهم. كيولي واحد الوقيته تيوليو الاطفال كيديروا تجارب مع بعضياتهم، كيوليو كيشرحوا لهم شي عجب اللي ما يمكن ليناش نقدروا نعرفوه. وفي نفس الوقت راه كتعرفوا بان الاطفال كيكونوا ولا المراهقين بالخصوص كيكونوا عندهم شويه ديال الفضول. دابا وسائل التواصل الاجتماعي خطيره جدا، يعني كيقدروا ينفتحوا على اي شيء اللي ما عندوش علاقه يعني مع السن ديالهم او مع ثقافتهم. دونك هنايا كنطلقوا في هذه المساله. دونك شنو كيوقع؟ بيان سور مني كنوصلوا لواحد لاج كنلقاو ديك البنت اللي تربيتها الجنسيه كانت يعني ما كانش على اسس سليمه، ملي كتلقى راسها مع واحد الزوج راه ما عارفاش لان هي الجسد ديالها ما مصلحاش معاه، هو دار التجارب ديالو وتعلم او دار تربيته الجنسيه بوحدو، وهي ما عودت لهاش امها لان امها هي اصلا كتستحيا انها تعود لها. بيان سور ما كنعموش، لكن كاين بعض الامهات او وكاين العديد ديال الامهات اللي هما واعيين بهذه المساله وكيواكبوا وليداتهم، والاباء كيواكبوا ولادهم حتى هما، ولكن مني كتلقى راسها في ديك المساله كتلقى راسها يعني منها للذكر. مني كنقول الذكر يعني هو لينيسياتور، هو اللي كيشرح لها، هو اللي كيقول لها، ما تقدرش تعرف الى اي حد ما هذاك الشيء اللي كيقول لها هو راه هو اللي كاين. يعني كتلقى راسها كيخصها تقبل واحد الوقيته، تقدر تبدا هي كتسائل واش انا بصح خاصني نقبل او ما نقبلش، لان كتعرفوا حنايا مجتمعات نسائيه، يعني النساء بيناتهم كيبقاو كيعاودوا كيهضروا مع بعضياتهم، مره كتبدا كتسائل اشنو واقع، علاش انا كنعيش هذه الحاله، علاش انا يعني عندي هذا لو موديل هذا. دونك فهنا فاش مني كيوقع ليها هذيك لا بريز دو كونسيونس، هنا فاش كيولي المشاكل، لانها ما تتبقاش قابله بداك الشيء اللي مثلا هي عايشاه، لانه بيتيتر ما موافقهاش، بيتيتر يعني كاين ضرر ليها هي، المشاعر ديالها، الجسم ديالها، العلاقه ديالها مع الزوج ديالها. اي دونك هنايا بيان سور كتنفصل. والمشكله اللي قلتيها لاله سكينه، ملي كتجي واحد الفتاه كتقول لك انا ندوز الفريضه، يعني هذه راه وصلنا لواحد المرحله خايبه جدا، ملي كنوصلوا لهاد يعني ما كتبقاش عند الانسان واحد العلاقة ديال حرمة الجسد ديالو والاحترام ديال الجسد ديالو. انا مثلا انا ما كنجوج حتى شي حد، انا كنقول غير دائما الجسد ديالنا راه ماشي حيت انا مع يعني مع شي حد اللي خاصني يعني خاصني نكون مع شي حد باش يعطيني لوتوريزاسيون بور فير كلكو شوز. يعني ملي كيكون الانسان واعي بالجسد ديالو كيولي واعي بالاختيارات ديالو، ما كيوليش كيخلي راسو كيتفرضوا عليه واحد المجموعه من الاختيارات وباش يقدر يخرج منها كيدير شي حاجه اخطر منها
انه كيولي كيتخبى كيولي كيعيش واحد الحياه في الظلام في الظلام لانه ما بغاش لا سوسيتي تشوفو لانه باقي راجع لهذاك الحكم المجتمعي اللي كيخلي دائما كل حاجه كيديرها في واحد البرواز وما كيسمح لناش نخرجوا منها. نعم ومن هذه النقطه الا سمحتي لي يعني لالنزها هاد سكريزوفرينيا انا كنقولها اللي للاسف كنلقاوها في مجتمعنا. الراجل اليوم يقدر يقول لك مثلا هاد الشيء حشومه ما خصوش يكون العلاقات خارج اطار الزواج ما خصهمش يكونوا وهاد الشيء ما مقبولش وما كيبغيش الشرع وما كيبغيش القانون الى غير ذلك وتلقى تستاهل ما داروا فيها ويستاهل ما داروا فيه ولكن في نفس الوقت هو كيقيم علاقات خارج اطار الزواج وكيقيم علاقات اللي هي غير طبيعيه وكيدير بحال التصرفات هذه وكيتقول انا ما شافني حد صافي مني ليها راه مشات دازت بسلام عندي ما ندير من نحصل ديك الساعه يكون خير. كنلقاو في اخرى من الرجال مثلا اللي كيقول لك لا والمراه ديال الدار انا ما نقدرش نطلب منها شي حوايج خاصني تكون عندي وحده اخرى اللي نقدر نكون معاها بالراحه ديالي بطبيعه ديالي ما عنديش مشكل المراه ديال الدار مت الاولاد خاصها تبقى مت الاولاد. اشنو هو هذا الانفصام انا كنقول اللي كنعيشوه اليوم في المجتمع واللي تبناه عدد من الناس للاسف. انا غادي نقول على ان هاد السكيزوفرينيا اللي سميتيها غادي نقول هاد الاضطراب النفسي هو دو بوشاوغي هو واحد الخرافه اللي تعود غادي نهضر على الذكر تعود الذكر يسمعها ولا سيما من 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 خلال كلام الأنثى اللي هي الأم. إذن كاين خرافات بزاف ديال هذيك فلانة تزوجات ولكن ما صدقاتش ولكن هي خصها تطلق ولكن جيب لي سير انت تزوج وجيب لي هذيك المرأة انا خصني نتعاون. لاحظوا معايا انا هادشي تنعيشو في هاد حيت سوالف كاينين الناس كيتزوجوا من حيت امهم باغيه اللي يعاونها دونك كيجيب لها مساعده الله يخليك وماشي المراه ماشي الزوجه اللي كتقولها راه هو الزوج اللي تيقول لي واه الوالده ديالي كبرت اذا خاصها اللي يعاونها. اذا لاحظوا معايا على ان كاين واحد الخرافه اللي ترعرع فيها الذكر سميتها بحال اللي هو يحتكر مركز الكون هو لو سونتر دو موند. اذا كلشي تيخدمه وبالتالي هنايا كنعطيه واحد الفكره مباشره ولا غير مباشره واخدها هو واحد الانثى اللي كتولي هي وسيله للمتعه. اذا هي معموله للمتعه ما معمولاش للمناقشه ما معمولاش للجدال وكذلك الاستمرار النوع ديالها. إذن هي ما معمولاش الحق ديالها الشرعي الاجتماعي هي معمولة على أنها طيع وصافي وإلا تنجبدوا نصوص قرآنية للأسف خاطئة في المفهوم تنديروا بحال ويل للمصلين نفهموا داك الشيء اللي بغينا اللي بغينا وفي الوقت اللي بغينا نجبدوا واحد الآية ونقولوها المرأة ناقصة ضلعة المرأة هنايا للأسف عندنا واحد الفكر ديني اللي هو ناقص غير مفهوم غير شامل غير بسيط وهذا المفهوم هذا تيجي المجتمع واللي تيبدأ من الأسرة تيبني على قلة الاحترام. إذا المرأة ما كتبقى غير مرأة الألفاظ ديالنا كلها بحال المرأة ما كتبقى غير المرأة من نهار الاول خصك تحكم سيدي والا ماشي راجل الا قلتي لها نعم ماشي راجل وما اذا هنا شكون اللي تيبقى في الدار الاخير ودائما هي الام انا غنسميها راس المحايم الخايبه منها والزوينه منها. الام هي اللي غادي تربي الذكر الابن على انه يكون وكون راجل وهتكون راجل. حنا ما نساو شيء على ان كاين في التحليل النفسي هي كتفتخر ولا سيما في المجتمع الذكوري ديالنا المراه ملي كتولد الذكر هي كتفتخر بالذكر اللي جابت اللي ناقصها هي والانثى راه ما يمشيش بواحد المثال بسيط شعبي تيقول ما نجيبلهاش حتى الرضاعه ولدت غا بنت
إذن حنايا هذه الفكرة أصلا ترعرع في نسبة التحطيم والاضطهاد وقلة الاحترام. إحنا ما تنكروا شيء على أن السيدات النساء كلهم أغلبيتهم ترعرعوا نوعا ما، ولو يكون عندها مستوى معين فحد نوع من القمع، ولو يكون عندها مستوى معين خارجة تخدم على برا، ولكن داخل المنزل عندها خصها تكون مرأة بجميع الأساليب. هذه الظاهرة للسكينة اللي احنا اليوم كنتحدثوا من خلالها على هذا الموضوع أو هذا الموضوع أو هذه المصيبة أو هذه الفجعة، هي راها كاينة في الأسر، راها كاينة ماشي في الأسر، راها كاينة ما بين زوج وزوجة تحت سقف واحد. راها كاين الزوج اللي هو في الستاتي سوسيال، ما نهضروش على الستاتي بحال اللي قالت لنا بلا، كنهضروا على لو بروفيل، على شكون هي الشخصيه. وانا واحد المره في الحلقه معاك قلت خصنا نعرفوا مع من حنا عايشين، شكون هو الشخص اللي معانا. قلت لي غادي نمشي نجيب غير شهاده اداريه ديال بصحه جيده، خصني نشوف هذيك الصحه النفسيه مع من انا وشكون انا نزوج. وهنا غادي نطرق ونقول الزوج كيطلب من الزوجه ديالو ممارسة جنسية، وانا هضرت على غير شرعية، لا ما فيهاش احترام، ما فيهاش احترام الجسد. هذا احترام الجسد اللي احنا طالما ربينا بناتنا على ان الجسد ديالك حرمة، عندك احترم ايوة. وفي الزواج اش نديروا لهذاك الجسد اللي هو صبح بضعة انوبجي من حق الزوج؟ اذا واش حنايا ما غنسميش اطار الزواج، واش حنا في علاقات الجنسين علاقه انانيه مرضيه بحكم الحلال، بحكم العلاقات ديال الحب، بحكم شنو؟ اذا هنايا كاين واحد النرجسيه المرضيه، باش ما نعممش شيء، عند بعض ما غنقولش الرجال، غنقول الذكور، حيت ماشي كل ذكر رجل، ماشي كل شيء كيعرف معنى الاحترام، ماشي كل واحد تيقول على ان الطرف الاخر عنده حق. اذا السيده اش كتقول في الجلسه؟ كي ياخذ غرضه وكيلوحني، وغرضه وتيشوفني تنبكي وكاع ما مسوق ليا. إذن هنايا مع من حنايا؟ أشكون يحاكمنا؟ إذن كل ظاهرة أو كل حاجة دارت في المجتمع وتنشرت إلا وفيها تتعري على واحد الواقع مر ديال العلاقات ما بين الجنسين. نعم، غنتقل عندك للا نبيلة، علاش حنا في المجتمع المغربي للأسف عايز علينا نشدو ديك المصويطه كيف ما تنقولوا ونبقاو نجلدو في الناس رغم اننا حنا بنفسنا خاطئين؟ لان هو البشر تخلق على الارض باش يغلط ويستغفر ويقرب الله سبحانه وتعالى، وهذه طبيعه البشريه، حنا خطائين بالطبيعه اللي تخلقنا بها. ولكن سبحان الله احيانا كنصبحوا قديسين فكناخذوا واحد كما قلت انا واحد المصويطه، هذا هو المصطلح اللي عندنا حنايا، ما عرفتش شنو هو المصطلح اخر، وكنبداو نجلدوا في الناس، هل اللي مياه هل اللي ميتين هل اللي حتى الموت، بدون شفقه ولا رحمه، وكنصبوا نفوسنا حكماء وعقلاء وصولا احيانا الى تجريم الناس وتشويه السمعه وتشويه اسر، ماشي فقط غير فرد، كنجروا على اسره باكملها. مين كنجيبوا هذا الحق هذا اجتماعيا؟ كنجيبوه من اي واحد كيشبه لينا او اللي حنا خايفين نكونوا بحاله، مني كيكون واحد كيخلع يمكن شي مرات ياسور، او لا كنتخلع لان انا في لو سوبكونسيون ديالي عارف راسي بان نقدر ندير نفس الشيء. دونك ديكشي علاش انا جو ماشارن كونتر لوي، كنهبط عليه وكنتكرفص عليه وما كنحبسش. لاله سكينه مني كيكون عندنا تصالح مع الذات ديالنا ما كنشوفوش الناس وما كنجوجيوش الناس وكنطلقوش عليهم احكام
ومني كنلقاو خلاوها لي فرونسي اون تير با سور اون امبولانس كي باس كانت هي اون امبولانس كي باس ما كنبقاوش عاد نديرو فيها راه بنادم ديجا مسكين إلي فيكتيم ضحية ومتألم عاد حنايا كنزيدو نكملو عليه في المجتمع إلا لاحظتو دائما يعني كاينين دي في ديفير اللي عشناهم كاملين مني كتلقاو مثلا شي حاجة وقعات في شي مدينة مغربية وكتلقاو الناس مثلا تصرفوا كاين بزاف د الحماس والناس خرجوا للزنقة والناس يعني تكرفسوا على ناس إيتو لأن داكشي اللي كيخلعني بزاف واللي كيخليني نتصرف بهذه الطريقة أنا ما عنديش لاش نحكم على واحد شخص ما في حالة ما وفيت القراسو في اون سيتواسيون بالعكس الحاجة الوحيدة اللي نقدر نحس بها هي الشفقة على واحد الإنسان كيتألم وأنا عارفة بأن المجتمع ما غاديش يرحمه ماشي غنزيد نكمل عليه دائما كاينه هاد المقارنة اللي هي كيني با دو تو إيكيليبغي لان انا راسي انا شاربه من داك الماء ديال داك المجتمع يعني حنا كلنا راه عندنا ثقافه اللي متقاسمينها كاين بعض منا اللي خدم على راسو حاول يغير بعض الاشياء اللي عرفهم ماشي هما هادوك دونك يطور نفسه وكاين بعض الناس اللي كيبقاو متشبتين بعض الاشياء وبعض لي ريفيرونس سوسيو كولتوريل اللي كتخليهم بصح ما كيقدروش يديكولي وراه هاد الناس حتى هما كيخصهم المساعده راه ماشي حنايا غادي نقولوا هو كيقوم بشخصيه الجلاد او بدور الجلاد هذاك الجلاد هو في الحقيقة الامر هو واحد الشخص اللي كيعاني في صمت هو كينتقم من اشياء عاشها مني كان صغير وما قدرش يخرجها دونك شنو كيوقع اي وقت كيلقى راسو في شي مرحلة ما امام قضيه من القضايا بحال هكا كينتعفض وكيبقى كيغوت شوف بعد مرات كتكون غير غادي في الطريق وكتسمع بعض العبارات اللي كتخليك كيف قالتها لالا نزهه ما كاينش الاحترام ديال الانثى واحد المره انا كنت في مدينه ضربات دايزه تلقى واحد كيقول عشتي على هذا الشيء ما كطيحش الشتا وانا ندور باش نشوف شنو هذا الشيء على ودو اللي ما كطيحش الشتا كنلقى واحد البنيته غتكون عندها 13 عام غاديه لابسه اون غوب وغادي للمدرسه بالطابليه ديال المدرسه وهذاك السيد اللي كيقول هاد الهضره فريمون كان دروغي يعني ماشي شي واحد اللي ما كانش فيه كامل القوى العقليه شرب شي حاجه ولا شم شي حاجه الله يعفو عليه وكيقول ديك الجمله دونك مني كنوصلوا له في هاد المرحله راه كنقولوا بانه هو كون خدا المرايه وشاف راسه ما غيقدرش يحكم على 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 كوسوا اوم ولا فام دونك هو علاش غادي يكون اقسى بكثير من شخص اخر لانه هو عنده شي حاجه كتضرو في خاطره وشي حاجه اللي هي كتسبب ليه عقده عنده جرح قديم اللي ما قادرش يخرج منه او اللي كيحس براسه بانه راه يعني كيحس بان راه كاين شيء من الدناء في داكشي اللي كيدير دونك اش كيدير اشاك فوا كيلقى واحد ادنى منه غير بشويه كيخصو يهبط عليه لانه دائما خاصو يبين انه احسن من الاخرين دونك كان اتاكي في العديد من الاحيان كتلقى مثلا شباب في التواصل الاجتماعي كيهضروا مثلا على مسائل دينيه الوغ هما اغلبيتهم يعني دوك اللي كيكونوا كيتاشغناو اغلبيتهم كيكون مثلا يا دروغي هو ما عمرو حتى صلى جوج ركعات وكيبدا كياتاكي راه خاصنا نحبسوا واحد شويه ملي كنلقاو راسنا نزلنا لهاد لو تيغان غليسو كيخصنا نديروا واحد الوقفه مع الذات باش نعرف راسي علاش كل مره كنلقى راسي في بعض المواضيع كنهيج يعني كنحس بواحد الغضب شديد هذاك الغضب ما عمرو كيكون ضد الاخر هو غضب ضد نفسي لان انا ما قدرتش نوصل لواحد المرحله اللي نوازن يعني داكشي اللي بغيت لي بوزوان ديالي وداكشي اللي كتفرض عليا لا سوسيتي وبيتيتغ ما عنديش الشجاعه الادبيه انني نتافض ونخرج من هذاك هاد لي دو زيليمون باش نقدر نعيش حياتي كيف بغيتها دونك ملي كنقدرش ندير هادشي كامل اشنو كندير جاتاك في البرمجه اللغويه العصبيه لي ديكلونشور دو كولير كيجيو دائما باش يدوزونا لواحد لابواط نوار ما كنبقاوش عاقلين على راسنا اش كنديروا ماشي زعما كنغيبوا ولكن كنتصرفوا بطريقه يعني غابيد كنبداو كنافونسيو ولكن هي الا جينا نقلبوا في الاصل كنلقاو راسنا بان هادوك لي ديكلونشور لان عندنا دي زونكراج ان كاينين بعض الاشياء اللي عشناهم اللي هما يعني رسخناهم بطريقه عاطفيه عندهم علاقه مع واحد ليموسيون مع واحد العاطفه في واحد المرحله معينه دونك اي حاجه شفتها كتشبه لهذيك المساله كنطفد وكنأتاكي يعني ملي كنشوفوا مثلا الناس كي 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 كيتهجموا على الفتاه الضحيه
راه اللي كيخصنا نديرو مني كنشوفو مسألة بحال هكا، كيخصنا نخجلو، كيخص هذيك السيدة بالعكس كيخصنا نستروها. إلا بغينا نرجعو حنايا للجمل ديال المجتمع المغربي، راه الله كيقول لنا نسترو، كيقول لنا شنفضحو. دونك علاش حنا كنفضحو؟ لأن أغلبيتهم، أغلبية ديال شحال من واحد كيدير هكا، كيقول راه بوتيتر حتى هو في يوم من الأيام قام بفعل مماثل، أو ممكن يقوم بفعل مماثل، او ما عندوش مشكل الا قام به، لانه هو دائما كيعطي لهذاك هذاك الشخص اللي قام بهذا الفعل تيقول وراه يعني دار شي حاجه بطوليه بوتيتر في هذاك الوقت. دونك هنايا راه خاصنا الرجوع بصح للذات ونشوف شنو هو الخلل اللي عندنا، داك الشيء اش كيخلينا ناتاكي ولوطخ. نعم، فالتفصيل اللي قلتي لاله نبيله، المساله ديال انه احيانا كنجلدوا الاخر بما 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 فينا احنا، مثلا كنشوف شي خلل عندي انا في تفكيري او في تربيتي او لا، فملي تلقى واحد الفرصه ديال انني نهاجم شي حد كنشوف هادشي حتى في الطبيعه العاديه اليوميه. كتقدر شي مرات واحد الانسان عنده شي مشكل معين، خرج للشارع واحد ما داير ليه والو، كيغوت عليه ويتعدى عليه ويدبز معاه الى غير ذلك. ولكن في وسط هاد الجنون اللحظي، الا بغينا نعتبروه جنون لحظي، كاينه تفاصيل كثيره اللي كتمر واللي كترمز لعلاقات اجتماعيه مترابطه. لانه ملي كتصبح عندنا هاد الصوره هادي، معناه انه عندنا اضطراب ربما على مستوى الجنس، على مستوى الرغبات، على مستوى الافكار اللي تخصو واحد العلاج. لالا نزا، حنا في مجتمعنا عندنا عيب ما يمكنش او تقول لراجل ما عندوش قدره جنسيه صحيحه، او تقول بانه عنده مشكل جنسي، او تقول بانه عنده اضطراب جنسي. واش انت عارفه اش كتقول؟ واش انت عارفه شنو هاد الهضره وقله الحياه؟ وبنتنا ما خصهاش تقول لا، ما خصهاش تقول انها ما مرتاحاش، ما خصهاش تقول انها في علاقه غير سويه الى غير ذلك. في نفس الوقت كنعطيو نفوسنا الاحقيه ديال انه هاد ولدنا، هاد الذكر اللي عندنا في المجتمع، خاصنا نجيبو له امراه متوازنه اللي تحقق جميع الرغبات ديالو، اللي تنساق تحت الاوامر ديالو، واللي يقدر انه يمانيبوليها بطريقه اللي كتناسبه هو، باش يمكن اننا نقولوا باللي ولدنا صحيح في صحيح، ما كاين حتى شي مشكل. علاش عندنا هاد الرابط وعندنا رفض اننا نواجهه المشاكل اللي يمكن توقع لينا؟ واللي الحمد لله اليوم عندها علاجات، وكاينين اخصائيين ومتخصصين اللي يمكن يساعدونا ويقدموا لنا يد العون. لا سكينه، قبل ما غادي نجاوب الله يخليك، غادي نرجع غير شويه للوراء باش نكمل واحد الكلمات اللي هما بداتهم لنبيله. فعلا حنايا تنقلبوا بما يسمى لو بوك ايميسير، حنا خصنا فمن بردو غدايدنا او اللي كنحسو به. اول حاجه اللي كتقوم به الانثى، المراه، الزوجه، الام، هي الانثى، الفتاه هي بنتها ولو صغيره. اذا بنحيه او بطريقه لا شعوريه كتبرد فيها ديري، ولكن هنايا راه كاين واحد الصوره لا شعوريه داخليه ديالها. كذلك داك الرضوخ اللي هي اللي كطيع فيه هذاك الطرف الاخر او الجنس الاخر بدون رغبه ولا 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 تقبل، ما هو الا هذيك الصوره اللي هي خدات من عند الام ديالها. بحيث يمكن بعض الامهات بحكم او تحت اسم تنفيقها، تنوقضها، تندير فيها النفس، غنقول لها ايوا انت غليظه، شوف للياتك ما تتسوي والو، ما عندك حتى شي اعتبار. اذن هنايا اولا واحد التربيه باديه من الاول عند بعض الامهات، انا تنقول بحكم تربيه ديال انها كتكب تتعطيها واحد القيمه زعما تدير فيها النفس، ولكن هي راه كتكسر فيها النرجسيه، كتكسر فيها على انها تكون حتى هي حاسه بالذات ديالها. وهنا تنقصوا واحد الشعور ديال سوزيستيم دو سوا، هنا هاد القيمه الذاتيه كتبدا تطيح عندنا، وبالتالي ملي كتطيح عندنا كنبداو نعتقدوا على انها هذيك هي اللي خصها تكون عندنا، وداك الشيء اللي كنسواو، وداك الشيء اللي غادي يصلح لنا. كونوا على يقين على ان الزواج والارتباط ما بين الزوجين ما هوش
عمرو حتى شي مره ما غادي يكون بالصدفه، خلينا بالصدفه ديال التلاقي، لا بالصدفه ديال الاختيار. ولكن هناك طريقه لا شعوريه، واحد لو جو دو بوزل حنا كنتكاملوا. اذا المراه كتقلب بواحد طريقه لواحد الشكل اللي غتكون يا اما خاضعه ليه وهو قوي، والعكس كذلك. نعم. نرجع لنا لهذه التربيه هذه وهذا الشكل هذا اللي حنا عايشينه. مني هضرتي لي على كيفاش هاد الذكر غادي يتقبل على انه عنده اونستيني سيكسويل، واحد الضعف جنسي. انا ما تنسميش الضعف الجنسي بحكم الخبره ديالي المتواضعه في الجلسات. ملي تيجي عندي الذكر كانه جاب عطب، ما تيجيش عنده واحد نقص، حيت اصلا هو ما ترباش على نقص، هو تربى على كمال. للاسف انا هنايا جو ناتاك با لو ماسكولان او لي زوم لا، ولكن هنايا حنايا في واحد الحلقه اللي سميتها نفيقو. حنا هنايا تنهضروا على مني تيشوف الزوج الاخ اختو لابسه وخارجه، تيقول لها فين ماشي، ما عندناش اللي تيخرج هكاك واللي تيلبس هكاك، وهو كيعرف الراسو الحقيقه ديالو على انه ما تيدخل في نصاصة الليل حتى تيمارس جميع ملذاته على انواعها، ما غنقولش الجنسيه. الله يجعله يتحرش، الله يجعله يجلس في الدرب، الله يجعله يدير جوان، الله يجعله شنو ما بغى يدير. ملي غادي يدخل فين هي وما عندناش اللي يخرج وما يمكنش تخرجي هكذاك، اذا اشنو هو هذا الشكل؟ انا تيجيني بحال اللي عندك داك الاخ تعجبو اختو لانكونسيون، خصو يشوفها دائما او تيبغي يشوف راسو دائما في العليين، وهي راه ما دايره والو، راه خارجه حره بواحد الحدود. مني تيشوف كذلك الزوج على ان الزوجه مش غتقول له اراني الفلوس غادي نمشي ندير جلسات نفسيه، هنا غادي نعطي المثال الحي على ان الزوج تيقول له بارك عليا من داك التخربيق، هذا غير فشوش، هذا يضيع. علاش؟ حيت الغير اللفظي لو نون فيربال كاين هناك تخوف، وانا ما تنهضرش ربما كنهضر باليقين اللفظي اللي سمعته. هناك تخوف ذكوري على ان الانثى ماشي الزوجه، الانثى توعى الا فهمت غادي تعذب الراجل ما غيقدر يسيطر عليها. لا لا لا، والعقل الباطني الذكوري كيبغي الانثى تبقى جاهله. انا تنقول العقل الباطني، حيت دابا شحال من ذكر غادي يسمعنا غادي يقول لك هادشي ما كاينش، لا العقل الباطني ما تيبغيهاش تفهم. وإلا فهمت اش كنسميوها في الدارجه المغربيه الا سكينه، كنسميوها رجوله. واش انا عندي رجوله في الدار؟ علاش؟ حيت ولات تفهم. اذا هو خاصو جاهله، لا سوميسيون، لا سوميسيون اي حب امتلاك. حنا خصنا ديالنا، ما تنسميوهاش ديالنا، كنسميها مولات الدار، كنسميها ديالي المدام. حتى سميات ما كاينش زوجتي، ما كاينش شريكه حياتي، ما غنعممش اي اونكور اون فوا، ولكن للاسف كان الذكور يقولوا لي ان اليوم جيت مع الانثى، معليش كان الذكور هي حلقه اليوم ستستفز الكثير، ولكن ما كيهمش ماشي بالصدفه ديال الانثيات اليوم، ماشي بالصدفه هادشي اللي عطى الله. وكان الذكر تيخاف لا يفقد السيطره على الرجولة، على القوة، على السيطرة، تيخاف لينهزم، تيخاف ليولي ممتلك. وإذا هنايا كاينة واحد التربية اللي غادي نهضر عليها مرة أخرى، نرجسية مرضية. أنا غنقول من بعد الطوفان لا غادي يبغيها،
لان للاسف سكيزوفرينيا مره اخرى كاينه على اننا باغيين داك المراه نسيطروا عليها وتبقى جاهله وتكوني من الاولاد او تمشي تخدم، ما عندنا مشكل، ولكن تخصني نكون بحال المايونيت، عارف منين نشدها ومنين نمسكها. للاسف وحنا كاملين، حنا كاملين بشكل من الاشكال تنساهموا في هذا الظاهره. أو للأسف كيف ما قلتي يعني لنزها بشكل من الأشكال ساهموا في أننا نرسخوا هاد الصورة الذهنية اللي كيعتمدها لك عديد من الناس، لأنه ربما كيف ما قلتي يقدر أحيانا الرجل يتبنى الفكر ديال الشريكة ولا يعني الزوجة، ولكن داخليا كيقول مدام ديالي مراتي كاين السيطرة والبحث عن نقاط الضعف عند المرأة. للأسف كان بودي نواصل أكثر، ولكن أنا سعيدة جدا بالنقاش لأنه مر منه رسائل جميلة جدا من أنه يتم شفيرها من لدى المتتبعين. نبغي نعرف خلاصة أو التوصيات اللي يمكن نخرج بها. نبدأ بك للا نبيلة، شو يمكن لك تقولي لنا كتوصية كرسالة مباشرة اللي يمكن نختموا بها اللقاء؟ انا الحاجه اللي نبغي دائما نقول انني كنثير انتباه الامهات، كنقول لهم راه على عاتقكم مشاكل ديال المجتمع باثر ممكن تحل او ممكن تكرس. ملي كتكون الام في التربيه ديالها عندها دو لا بيانفيونس، عندها دو لوفيرتور ديسبري، وملي كنقولوا لوفيرتور ديسبري يعني كيخصها تنفتح على الاخر كان لانه شخص، لانه هو كطفل هي ما كتمتلكوش ولكن هو كائن بذاته، ومني كتحاول تساعده وتعطيه لي روبير باش يكون واحد الانسان متوازن كيبغي راسو وما كيسمحش لشي حد انه يديباسي لي ليميت معاه او يتعدى على الحرمه ديالو هو كشخص، لا فكريا لا عاطفيا لا جسديا لا اي شيء من الاشياء. هنايا كنقدروا افونسيو، حنا ما كنقولوش بان راه النظره سوداويه، هناك ظواهر اجتماعيه، ولكن حنا عارفين بان المجتمع هو في تطور وعندنا بزاف ديال الناس يعني غير جوسي لالا سكينة لالا نزها مثلا، راه كنعرفوا بانها كل وحده فينا مثلا كتحاول تخدم وكتحاول تافونسي باش نقدروا شويه مره مره كنعطيو بعض الافكار اللي كتقدر تعاون الناس. يعني الناس بزاف يعني منخرطين في هذه المساله في هذا التطور، يعني خاصنا نعرفوا بان حتى دوك الذكور اللي كيتصرفوا بهذه الطريقه هما ضحايا تربيه، ما نجيوش نقولوا هما يعني هما السبب او لا هما اللي داروا لا هما عندهم الخلل، ولكن راه هما ضحايا. دونك كنمشيو نشوفو من الجدر اشنو واقع باش اي حاجه جايه اون ديفونير كيخصنا نخدمو عليها. وحاجه واحده اخرى، ملي كيكون رجل وامراه خصنا نفكرو فواحد المساله مهمه جدا قبل ان نفكر لا في جنس لا في جسد لا في اي حاجه، كيخصنا نفكرو في الحب. شنو هي العلاقه؟ الا كانت علاقه مبنيه على حب بزاف د الاشياء ما كنطيحوش فيهم، بزاف د الاشياء كنتحماو منها، بحال داك الحب كيدير لنا اون ايمينيزاسيون كونتر هادوك لي فيروس لي ميكروب اللي كيبداو كيضروا بينا. اي دونك ملي كيكون يعني في علاقه متوازنه كيكون الحب وكيكون الود وكيكون يعني تنبغي الشخص داكشي اللي نبغيه لراسي، راه ما كنقدرش نطيح في هاد الهعاهات وهاد المشاكل الخطيره جدا. دونك نحبوا راسنا باش نحبوا الاخر باش نقدروا نكونوا في توازن مع بعضياتنا. الله يعطيك الصحه لالا نزهه، ختاما التوصية ديالك أو الرسالة المباشرة اللي يمكن نخرجوا بها من لقائنا اليوم. كلمة حب ديال لنبيلة عجبتني بزاف، وأنا غادي نضيف لها الاحترام، خاصنا نحترموا ونحبوا بعضياتنا. ما حناش في المجتمع كأعداء، حنا في الصالح العام، حنا في النضال. كل واحد فينا اللي لقينا على ان هاد الناس اللي هضرنا عليهم كيكافحوا من اجل مستقبل زاهر ولكن ما عندهم شيء الوسيله، ولكن باش ما نخليو شيء الفكره كلها غير نوعا ما سلبيه، غادي نقول على ان المجتمع المغربي بدا كيستفيق من صوباته، ولو الناس كيمشيو عند الاخصائيين، ولو الناس كيتبعوا برامج نفسية، ولو الناس كيتراجعوا
فقط هناك ضغط اجتماعي ما نساوه شيء، هناك فوارق في المجتمع لا زالت للأسف، على أن كاين هذه المهنة إلا دارتها أنت غادي نضحكوا عليها وغادي نقولوا هذه خارج الطريق. إذن هنا إعادة التربية كيف ما قالت لنا نبيلة كتبقى، وكان طالب من خلال هذا البرنامج وهذه الحلقة على أنها تكون داخل الأسرة. إلا كان داخل الأسرة وأنا تلقى راسي في كل حلقة تنهضر على التواصل، لا كوميونيكاسيون. لا كوميونيكاسيون ماشي غير بارلي بور بارلي، ولكن لا كوميونيكاسيون سين، خصني واحد التواصل اللي هو سليم اللي هو نقي. إلا بغينا وليداتنا يترعرعوا في اطمئنان وأمان نفسي، علينا خصنا نشوفوا الموديل. شكون هو الموديل؟ والأب والأم ملي كيتخاصموا كيكونوا قبلتهم، ولكن إلا مشى حتى قالوا الأخصائي زعما علاش ما تجلسش واحد الجلسة فيها احترام عندك مراتك قول له هاك، غادي يقول لك لا أنا حشومة. لا سيادي ماشي حشومة، حشومة هي مني تندوزوا الخط الأحمر، مني تنديروا سلوكات خالية من الحياة. ولكن خصنا نعلموا وليداتنا تواصل، نعلموا وليداتنا أنا كنحترم ماماكم، نعلم وليداتنا أن باباكم ها هو دخل نحترمه وما إلى ذلك. راهي لا بنينا الصورة ديالنا وما كاين، بس الآن كل شيء كاين، وسائل التواصل كاينة، خص غير وكان نزولوا شوية من البلبلة، البلبلة ديال الأذن الخاوية ديال الإنصات والتعمار الشعوادة نسميها التخربيق. إذن إلا عمرنا راسنا شوية ديال النضج والعقلانية والدين، الدين السليم الدين البسيط، احنا هي ماشي غير الا ما درنا اللي ما يدار باش نبان انا في المجتمع انني داير، سمحوا لي اللي داير الحياة او اللي داير الخمار، هذاك اختيار. ولكن عندك تكونوا كتكذبوا على راسكم، اي واحد يكون كيكذب على راسه بشكل من الاشكال. إذن انا كنادي على سكينة بالتواصل، قالت لنا نبيلة بالمحبة والاحترام، وشكرا. كنشكركم جزيل الشكر ودردشة ممتعة للغاية برفقتكم اللي خطيكم، شكرا جزيلا على الرسائل المباشرة اللي كانت من قلبي أن الناس اللي كيتابعونا يسمعوها بعمق، ما يسمعوهاش فقط بشكل لا بغينا نقولوا يعني شكل سطحي، وإنما يسمعوها بعمق لأنها كتحركنا كلنا في الاتجاه السليم. كان بغي نشكر جزيل شكرا لنزهة الخميري أخصائية نفسية على تواصلها معنا، وإن شاء الله نتلقى فرصة قريبة. وكان بغي نشكر أيضا للا نبيلة بن أحود وهي أستاذة التواصل وكوتش في البرمجة العصبية اللغوية، مشكورة جزيل الشكر وسعيدة دائما بالتواصل معكم للي خطكم، وشكرا لكم على كل هذه المعلومات اللي تقسمتوها معنا. ختاما الله يطول عمركم للي خطكم، ختاما مشاهدينا الكرام، الغرض من حلقة اليوم ماشي فقط نثير موضوع من أجل الموضوع، ولكن الغرض اليوم هو أننا نذقوا ناقوس الخطر. يمكن أجيال سبقتنا وأجيالنا تكون كتعاني من هذا العطب النفسي الجنسي وعدم القدرة على التصالح مع الذات ومع النفس ومع الجسد، ولكن اليوم خاصنا نفكروا في وليداتنا اللي جايين اللي خاصهم يتبنوا على أسس صحيحة. وعلاش لا دائما وعلى رأي اللنزها علاش لا، حنا مازال في إمكاننا أننا نتراجعوا، مازال في إمكاننا أننا نصحوا أخطائنا، علاش لا إلا حسيت براسي غير مستقر نتواجه عند الناس اللي يمكن يعاونوني اللي يمكن يساعدوني على أنني نعيش حياتي بطريقة صحية وسليمة. الناس اللي كيتكلموا على الدين حتى أنا كنادي بأعلى صوتي نرجعوا لديننا، نرجعوا للتفاصيل ديال ديننا، بزاف ديال الحوايج يمكن نصحوها في سلوكاتنا في أخلاقنا وحتى في علاقاتنا الجنسية. نبغي نشكر أيضا هشام أبو زروال اللي رقنا اليوم في الإخراج، شكرا لكم أوفيائنا، نلتقي الأسبوع المقبل، تصبحون على خير وإلى اللقاء.